هو شعار الحكومة السورية المؤقتة التي أخبرونا بأنها تتمركز في تركيا، ولكن ماذا إن أخبرناكم بأن وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة استحدثت مديرية لها في لبنان منذ أكثر من 6 أشهر، واتخذت مركزاً لها في طرابلس عاصمة لبنان الشمالي، وفي هذا المبنى تحديداً؟ الوحدة الاستقصائية في تلفزيون الجديد تابعت الموضوع متخذة صفة جمعية تهتم بتعليم الأطفال السوريين في منطقة عكار، وكان هذا الحديث. عم بجي تأسأل، عم بستفسر منك، شو انتو شو دوركم؟ نحن شو ممكن نساعد؟ هلا نحن مكتب هون، مكتب تربية والتعليم للطلاب السوريين اللي بدرس المنهج السوري. أكثر صراحة الاختلاف بهذه المدارس جاي من الحكومة المؤقتة اللي تابعة للمجلس بتركيا يعني. تمام. بنفس الوقت نحن على تنسيق كامل بس مش بالصفة الرسمية مع مدير الوزارة، مدير عام الوزارة، مدير مكتب الطوارئ، اجتماعاتنا متكررة. يعني كوزارة التربية في قبول لإلكن حتى مش رسمي. اوكي. تمام. وفي كمان اجتماعات شهرية مع منظمة اليونيسف هي المسؤولة على التعليم. كما أقدمت هذه المديرية على استئجار مدارس في جميع الأراضي اللبنانية والتعاقد مع مدرسين لتعليم الطلاب السوريين وفق مناهج سورية خاصة بهذه الحكومة وحدها. أنتوا وين بتعلموا هون؟ نحن عندنا بحدود 42 مدرسة من عرسان للبقاع لوادي خالد لعكار لطرابلس تقريبا بحدود 35,000 طالب. فنحن عندنا مستأجر مدارس قائمة هي بأساس مدارس، أما بعض الضغط التلميذ اللي بيجي لعندكم بيدفع لكم شيء؟ لا، نحن لأننا ما بندفع شيء، بس في مدارس إدارات مدارس طبعا لأننا بس هي بدها تديرها الأمور. الأغلبية ما بيدفعوا الطلاب بس بيدفعون إيجار النقل، لأنه بالمدينة هون في مدرسة ب 32,000 عم تدفعوا 32,000 دولار. مدير المدرسة هو عنده جهة مانحة كويتية سعودية ألمانية. عم تحكي إنه المدير المدرسة أنتم بتعينوه تابع للحكومة السورية؟ في منهم نحن بنعينهم، في منهم ما بده تطوير، هو المدير صاحب التمويل. وهذه المناهج التي لا علاقة لها بالمناهج اللبنانية خصصت لها كتب طبعت لهذه الغاية، وعلى كل كتاب ختم الحكومة المؤقتة. سوري بس عم شوف هاي، فين شوفها لهالوقت؟ هول انتو كمان طابعين كتب جداد ولا هن زيتهم اللي بسوريا؟ لا جداد. مديرية المطبوعات المدرسية الحكومة السورية المؤقتة. على الكتاب في اوكي. وعلى الرغم من عدم وجود اي موافقة للدولة اللبنانية على هذا الخرق للسيادة بكل ما للكلمة من معنى، تصدر هذه المديرية شهادات دراسية للطلاب. الشهادة المراحل الانتقالية أول تاني تاني هاي ما فيها مشكلة، بنعطى والطالب ممكن يعمله طبق معلومات وينقل على مدرسة حكومية أو يروح على مصر. نحن نواجه مشكلة بشهادة الدكتوراه. المكان الوحيد اللي بيروحوا بيسجلوا فيه بالجامعات حملة هاي الشهادة طبعاً في تركيا. وفي حديثنا إلى المسؤول عن هذا المكتب أخبرنا أن أكثر السياسيين على علم بالموضوع. صراحة هلأ ما بعرف إذا كان هون حتى سعادة النائب كان تحت معين كان عندكم. بساعدنا كمان كذا نائب مثلاً من سنتين انه اوكي يعطوني الاوراق انا ممكن احكيكم مع جمعيه ممكن تمولكم. طلعنا زياره عند السيد بهير الحريري وعدتنا خير بس ممكن ما صار شيء او كذا. وتبقى هذه القضيه في عهده وزاره التربيه اللبنانيه وكل حريص على حفظ السياده لا بالاقوال بل بالافعال. ليال بوموسى، قناه الجديد.